واقف عندك لوين رايح؟ وين رايح؟ شو حط لي ماسوره مجاري ومسميها مدفع؟ ولا افلام الهبه مش علينا؟ تيم حسن والهبل الفبل وكل قلبتنا لبنان مافيات، يعني كل سبب ضلها بالغرفه، الجزء الجاي يطلعوها مره برا الغرفه نشوفها. وتيم حسن مسوي حاله فندام، طب ما انا اذا خلعته بكوع ايدي بجيبه في الغوطه بنزل مغطاه. تيم حسن تاعك جاهزين معلم، شو بدك اياه؟ احنا معاك. انت مع مين؟ احنا معاك معلم. انت بدك مع مين؟ انت انا بدي اياك مع مين؟ انت عمي مين؟ مين انت مع مين؟ احنا مع مين؟ احنا انا معك وانت يعني مين؟ مسيحي درزي سني شيعي مع بري مع الكتائب مع شكله من الشباب من اخوتنا المسيحيه، قول له احنا مسيحيه. محسوبك جريس مسيحي وانا جورج. جريس مسيحي وجورج ابطي يعني ولا سرياني ولا مارون ولا ارثوذكس ولا شو يعني؟ الا تتفلسف سوي حالك يعني فيلسوف. طيب غير الموضوع غير. شو اخبار والك فوري؟ كيف ابنه هشام العاب هاي العكروت؟ لا لا يا بربر لسه ببربر وبمخيط ولا لا؟ لسه ببربر وبمخيط. خدنا على الطريق اللي أنا طريق طريق الشونة اللي خدنا على المدرسة كملت التعليم. نعقدها يا زلمه بطون اي قمة عربيه هذول العرب يعني بدنا نسوي قاعده للزعماء قمة عربيه بعد اليوم نعقد نعقد القمة العربية يا زلمه يا عمي من امم متحدة نحن نحصر تحكي لبنان مين قمة عربية لا اله الا الله احنا عربي انا مسلم انا مسلم مش كافر انا مسلم كلنا مسلمين زي بعض هذا خليل هذا خليل خليل اللي مرته مش عارفين حبله ولا مش حبله عملنا فحص للتيوب شو دخلني حبلت ولا ما حبلت طلع خاط اليمن اليمن انحرقت وانت تقول لي احنا قلبنا مع اليمن شو نعملكم مش فاهمين عليك يا زلمه انا مش فاهم عليك يا زلمه قول لهم الحوثيين وخلص يطلعوا مع حازم نتشحلح احنا خلص بدنا نروح بدنا نتسهل طيب واليمين انا مين انا احنا بني ادم مي هيومن بي بني ادم منكم فيكم منكم فيكم احنا ايش حوثي ما احنا ولا شيء انا قاعد وانا ولا شيء اطلع اطلع من هنا اطلع يا سلام اطلع الو احنا شكلنا في المحيط الهندي خاف الله جنب كندا واستراليا يا زلمه عشان نروح على قطر كيف بدنا نروح على قطر في البسكليات ما هو مسكر في شغر البحر معانا 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 مي معانا معانا كتره مي بتكفينا لشهر تكلكش على السلامه زلمه كان سالته مرتي بين الحمل معها ولا لا اي والله خط الاستواء بين والحمل تبع مرتي مع بين لا اله الا الله لا اله الا الله معك اكل هاي في ضايل حبه فاصوليا بتكفينا لاسبوع هاتك شوي ضايع زي اللي في الافلام بكون 20 واحد في البحر طاشين وضايعين وقال حبه ترمس بتكفيهم هلا ثاني اسمع والله خفلنا شكلنا في البحر الميت واحنا مش دارين مش هذه ريحه